تم وضع الجيش اللبناني في الخلاف بين رئاسة الجمهورية وحاكم مصر في لبنان ومحتكري المحروقات. وقف إلى جانب المواطنين حين خرجت وحداته لتداهم محطات المحروقات وتجبر أصحابها على بيع البنزين للمواطنين بعد أن ثبت وجود كميات كبيرة مخبأة لبيعها بأسعار مرتفعة. رغيف الخبز أيضا دخل السوق السوداء وأضحى سعره خيالية بعد أن توقفت أفران عدة عن العمل بسبب نفاذ مادة المازوت في معاملها. تتمدد الأزمة في لبنان لتشمل قطاعات حيوية استراتيجية بعد أن اقترب احتياطي المصرف المركزي من النفاذ، فأوقف الدعم عن مواد عدة هدرت ملايين الدولارات على استيرادها سابقة، في حين تولت أحزاب ومافيات تهريبها إلى سوريا. اليوم طلعنا تنجيب خبز من الساعة 7 ل 12 إلا ربع لعطوني ربطتين خبز، هيدي أول نقطة. ثاني نقطة، إجانا اشتراك الكهرباء 5 أمبير 800,000، نحن معاشاتنا بعدها مدعومة، بس معاشاتنا بعدها مدعومة على 1005، كتر خيرهم يعني عن جد. نوقف لنعبي بنزين، نوقف من الصبح لبعد الظهر، توصل بيقول لك ما بقى في بنزين، خلصنا. شو عم بصير فينا؟ كهرباء ما عم تجي، مي ما عندنا، ما في شيء، نحن على شو عايشين؟ وفيما تغلي الشوارع اللبنانية على اختلاف انتماءاتها السياسية، تبقى السلطة التنفيذية في مرحلة الشلل بسبب واقعها الدستوري خلال مرحلة تصريف الأعمال. ما شاهدناه من مناوشات هو أمر عابر وليس أعتقد أنه هو الأساس. الأساس الأزمة الاقتصادية. اليوم نحن أمام مشهد إما أن نعالج هذه الأزمة الاقتصادية أما أننا ذاهبون إلى مزيد من الأزمات. وأرجح الذهاب إلى حل الأزمة ولو رافق ذلك هذا الضجيج السياسي الذي هو من أجل الشعبوية، من أجل كسب تحقيق مكاسب سياسية ليس أكثر ولا أقل. كل التطورات الميدانية لم تشكل عامل ضغط على القوى السياسية للتنازل أمام المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة تتولى إدارة الأزمة بدلاً من مراقبة مراحل السقوط الاقتصادي الكبير. اتصالات ودراسات ومساع لاحتواء الشارع، فيما الحلول مفقودة، فلا قدرة للمصرف المركزي على مواصلة سياسة الدولة بدعم المحروقات ومواد أخرى، ولا قدرة للسلطة الحاكمة على وضع حلول بديلة تساعد اللبنانيين على اجتياز هذه الأيام الصعبة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من أوتوستراد الصالومي شمال بيروت. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة أحدث الفيديوهات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. سكاي نيوز عربية، شاهد شارك.